إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، نتمنى لكم التوفيق والسعادة. نسأل الله أن الله يجعلنا ما نخلص من هذا البرنامج إلا إذا إلا وقت من الوقف. نسأل الله أن الله يجعلنا من المتصدقين الصادقين عند رب العالمين. هذه فرصة لكل رجال متضايق، هذه فرصة لكل رجال عنده مريض، هذه فرصة لكل رجال عنده فقر. مبلغ بسيط جبال من الحسنات، خيرها في الدنيا وفي الآخرة، خيرها في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله أن الله يجعلنا من المتصدقين، ونسأل الله أن الله يوفقنا وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم عبد العزيز المسفري. اكفى اليتيم قبل تخلص قهوتك، ابى اعلمك كيف. بست خطوات بس في مباشر الراجحي، اختر تحويل لجمعيه خيريه، اكتب في خانه البحث جمعيه البر بوادي عمود، بعدها اختر حساب وقف، اكتب المبلغ اللي تبغى تساهم فيه، اضغط تاكيد وبيوصلك رقم على الجوال، ادخل الرقم لتدخل السعاده لحياتك. ها خلص قهوتك ولا باقي؟ تراها كفالة مدى الحياة ولسه ما خلص قهوتك. ماجوري. ما عندك مباشرة الراجحي وتبغى طريقة أسرع للكفالة؟ عندي، أبى أعطيك طريقة التبرع عبر المتجر. ادخل على رابط متجر جمعية البر بوادي عمود واختر سهمك اللي تبغى تتبرع فيه. عندك سهم الفرد ب 300 ريال، وسهم الوالدين ب 600 ريال، وسهم الأسرة ب 900 ريال. أو تبرع بأي مبلغ تقدر عليه من خانة أي مبلغ. كمل التبرع بأبل باي أو البطاقة البنكية، ومبروك عليك الكفالة الدائمة والأجر في الدنيا والآخرة. تبغى العلم الأخير، تبغى علم مع الورع علم، تبغى انشراح الصدر، تبغى سعة الرزق، تبغى استجابة الدعاء، تبغى التوفيق في الدنيا وفي الآخرة، ساهم في وقف اليتيم 300 ريال. الوقف يكفل الأيتام مدى الحياة. هذا مو بعلم زين ولد؟ شو قطره يا ولد؟ مش عرفك زين انت، مش عرفك زين انت بالله، مش عرفك؟ عندي لك معلومة حلوة يا ابو والله يستر. ها وش عندك؟ تدري ان اطول رقبة في الحيوانات انها الزرافة؟ والله يلا ما تصبر عليك، ما عندك اسم معلومات، ما عندك مثل المعلومات. انا والله عندي المعلومة. ما بعندك عندي معلومة. اي وش معلومة؟ تصدق تقدر تاكل اليتيم 300 ريال مدى الحياة؟ تمزح؟ اقصد خلي العلم عندي انا. لا لا تمزح، خلي العلم عندي انا. وقف اليتيم الاول تعطيه 300 ريال يكفل اليتيم عنك مدى الحياة، مو بشهر ولا شهرين ولا شهور ولا حتى وقت معين، مدى الحياة. إذا صادق بديني لهم. مشينا، أنا بدي خمس، ما هم بقى 300. مشينا مشينا يلا مشينا. ها العيال وين راحوا؟ يكون رايح يكفل اليتيم وأنا جالس هنا. أنت إيش تحتري؟ أنا رايح أكفل اليتيم كفالة 300 ريال مدى الحياة. إيش تحتري؟ يلا يلا مشينا، يلا يلا سام سام. كل الناس تقول حياتنا صعبة، نبغى نضبط حياتنا، لكن أبشر بالإجابة. الإجابة عينتها لك، والإجابة هذه كلها تراها في عمل بسيط وفي نظرك بسيط، لكن في ضبط حياتك كلها. تدري وش الإجابة؟ بكل منتهى السهولة اكفى اليتيم. وبشرك كفالة اليتيم ماني بقول لك ادفع له كل شهر، لا، فيه وقف لليتيم اسمه وقف اليتيم الأول في جيزان. هذا الوقف حط فيه 300 ريال سهم، هو يكفل لك الأيتام مدى حياة. وش بعد تبي؟ أنا جاوبت على سؤالك. بإذن الله الصعوبة على مدى حياتك راح تختفي بإذن الله الحقيقية، بس أنت بادر. ساك الله بالخير. ساك الله بالنور. يا مرحبا بك، الله يحييك، الله يسلمك.